رجعني لكم توا مع الغوستي تشكري مع شيف بليغ. دونك اليوم باش يعمل لنا حاجه ياسر بنينه، توينسا الكل يعرفوها خبز التهوي، مي سيت فوا باش يبدل لنا شويه ريفيزيتي من دايتو، باش يزيدنا شويه فريز شويه بنان، وهكاكا نكونوا حالين لكم السهريه. الدسير اليوم في اهلا شيف خبز التهوي، باش نستحقو كريم شانتيي فانواز، سكر غلاس فانواز، بسكوي، بانان، فريز، حليب وقهوة. اليوم باش نعملوها بالكريم شانتيي مونتي، باش نزيدوها البوري دو بانان، وباش نعمل من فوق هاك من فوق كولي دو فريز، باش نوريكم كيفاش نخدموا كولي دو فريز ديالي زادة ساهل على الاخر، من غير ما نصعبوها. كيما نخدموا الكونفيتور. فوالا، باهي، أول حاجة باش نعملها باش نعمل كريم شانتيي كيما العادة، كريم شانتيي نتاع فانواز من أحسن لي مارك في السوق، جربوها في الكريم شانتيي بالذات، جربوها. دونك أول حاجة مروة باش نحط الحليب لازم يكون بارد على الاخر بيان سور، باش نجم تطلع فيسا. نحطوا الكريم شانتيي ونحطوا اي اون لامونت بالباتور. باهي الكريم شانتيي هذا اي تنعملوه فيتيس الاخر اقل بدر ثاني اقوى فيتيس وبالتربو اهو التربو الفلفل هذا هلا طلعت الكريم تاعنا. مش قلنا باش نعملوا كولي كيما الكولي كال الكوفرتور نتاع خبزة الهواء هكا الماء والقهوة اللي من نسكافيه ذاك اللي باش تعملوه انتوما في وسط باش تغطسوا فيه البشكوت نتاعكم، انا حطيته لهنا وباش نصب عليه البيوري دو فريز. شنو هي البيوري دو فريز؟ فريز نرحيه سامبل على الاخر يترحاه هذاك بالكدا، وبيان سور باش نزيدوا السكر محور نتاع فانواز. هاي كالفترينة قدامي فيها لي زانغريديون الكل. دونك برابي كيما اي مرا في الدار ولا راجل في الدار نعرفوا سكر كلاس حاجه وسكر نورمال حاجه، مي سي كوا لامباكت ريالمون في تاتشي؟ فما بليزيوغ فامي معناها اون فامي بليزيوغ تيب دو سكر، فما السكر نورمال هذاك الكونكاسي، وفما سكر بغان، وفما سكر غو، وفما سكر كلاس. سكر كلاس براتيكمون يمشي في لي بريباراسيون رافيني. اش معناه السكر غلاس؟ يعطيني دو معناها هو مسؤول على حاجتين، اول حاجه على معناها السكر لها المطعم الجو، وثاني حاجه عنده رول في التكستور يلم كيما الفارينه. اوكي دونك السكر غلاس يمشي برشا في لي بريباراسيون غافيني. ريتو الكولي اللي باش نعملو ذا ركزوا معايا، الماء والقهوه ذاك اللي باش تغطسوا فيه الحليب البشكوت تاع تحطوا فيه الفريز المرحي بيوري دو فريز، تاخذ الفريز ترحيه وتحطه باش يولي كيما المعجون، وتحط معاه شويه السكر غلاس هذايا نتاع فانواز. تبعوني ونقصوا في النار كي نحط السكر غلاس خاطر رافيني على الاخر وخفيف ما يمشيش مع النار القويه، فهمنا؟ طيب انغو خايف صحيت ويكحل لي كالبوري ويغمق على الاخر. ريتوه البوري هذايا باش نبدا نحرك فيه بشويه بشويه. بيان سور اهم حاجه نختار معون باهي وما يشدش وكل شيء. ريتو كيفاش ولا دوري مروه؟ سي بون، اون مونتي الكريم شانتيي نتاعنا. تويكا باش تجي انت باش تعاوني. بيان سور هذايا باش تجي تحطو تغطسو وتحط الكوش الاولى دو زيتاج. استنى دقيقة باركة. هذا اللي يتفرجوا فيا الكولي اللي عملته، الماء بمطعم الكافيه بالفريز وزدتوا السكر محاور، السكر محاور باش يعطيني بريونس. حطوا ديريكتومون في المول. اي. باش يعطيني بريونس في وسط الكولي نتاعي، وحاجه اخرى باش يعسل الفريز. اش معناه يقتل لي كالمطعم السيترونيه خاطر الفريز كيما الكيوي يا معناه من الغله اللي فيها حموضه كبير. وحاجه اخرى بلغه الكوجينه نقولوا يقتل لي زريع في الفريز. اش معناه فما كال كي البولب الصغيره كاللب الصغير نتاع الفريز الابيض راه يموت جمله وما عادش تلقاه. هذا باه ريتوها الكولي هذايا هو يبدا يتلم وانا نزيدو شويه بركة ماء. وين وصلت ترى يا سيدك بن سيدك باش ناخذ هالكريم هذايا شانتيي هالكريم شانتيي اون فا ليتالي هكايا الكوش اللوطانيه مثالش تبدا كبيره شويه ونحاول نعبي الجناب. اش معناه ريتوهم الجناب هذوما؟ الجناب هذوما لازمني نعبيهم باش ما يدخلش فيهم الهواء. من بعد انا باش نحزق
je vais serrer avec le papier cellophane. دونك مروان علاش طوي كان عدي هكا بالماريس هكا نعدي على البشكوتو باش يلصق هو ديجا في بعضه ما عادش يتفرد باهي وي بيان سور في دي روسيت ديفلوبي معناها ديفلوبي تنجم تحط انت دي غاناش ولا دي كولي اخرين تحط اموند هون زيد اي كل شيء باهي البوري دو بانان نتاعي وي دي زيد الرومون حضرت زيدها شويه هذايا الباز زاده بوري دو بانان هكا نبدا نعدي بالقدا بالقدا ونكملوا دي زيتاج بيتاج بيتاج ومن الفوق نصب الكولي نتاعي هي الكونسيبت نتاع الخبزة الهواء شنو خبزة الهواء هي ماي باتا بيسكوي دونك باتا بيسكوي انت تو بو لا رامبلاسي الباتا ذا برشا نوع كيما البات فويتي راهو بوسيبل اما البات فويتي تتقرمش وفيها العظم والزبده فيها الزبده وكل شيء لازمها بالسيرو مش كيما انا تويك عامل قهوه وماء لازمها سيرو بالبانسو تخدم بالقدا بلوزيغ فوا باش نجم تشرب لو ماكسيموم خاطر مش كيما البات بيسكوي في ساعه تنفخ كيما البات فويتي حب لها وقت باه عملت بلوزيغ كوش واستعملت مول وخليتها كالبابي سيلوفان الكولي هذا سامبل بالنسبه للكولي فما برشا انواع وفما فرق كبير راهو بين غاناش وبين منو ميروار وبين كولي الميروار ديما تعطيك كاليفي ميروار البريون اللي هو لازم تعمل تدخل فيه الجيلاتين وكل شيء انا نحاول نسهل كوما لا ميزون ديري على الاخر اكل ما هذاك هو بيدو ما طيشتوش حيت الفريز ورميت فيه شويه سكر محور عسل شويه وتويكا باش نصب الكولي نتاعي هذايا عليها الكل هكا والكولي لازم يكون ديلويه بيان سور ونحاول جو ليتال على الخبز الكل بالقدا بالقدا هلا دونك هكا انا جو ليتال بشويه بشويه ومن بعد ندخله ديريكت للفريجو يجمد وهكاك يجي في حقه دونك كملنا معكم الغسيت سكري تاعنا ان شاء الله نتقابلوا دوما بوغ ان اوتر ايبيزود في نفس الوقت قبل ما نكملوا هذا الكل نعطيك كلمه الختام الشيف بيلير دونك ان شاء الله نكونوا ونسناكم قبل شقان الفطر كيما العاده بليزيور غوسيت وفيزيتي باللي فما تعلمتوا من عندنا برشا حاجات وباللي فما من عند الشيف بيلير باللي فما باللي زانغريديون اللي فما حاجات ما تكلفش حاسيلو اهل الشيف كيما في الدار وبيان سور تلقاوني في ميا كازا في النصر برشا جو برشا بنا فيه لا برشا تدخل انستغرام ميا كازا فود باي باي شيا طيبة بسلامة عرفنا نخدموا الأرض باش تعطينا من كنوزها ما يكفيش أن كبرنا لازم نقعدوا ديما محافظين على الأصول الإبيدور هي الأصل بنة الركشة ما تحلى كان بحويجة سخونة فانواز تودكم بشوكولا شو بنين وينسيك في البرد فانواز حلوة منك جديد بريزيدان تذوبك بالكريم 100% ايمنتال والكريم 100% شيدار وهكا تضمن لكم مطعم ابن وتسهل لكم حياتكم كريم بريزيدان جديده تذوبك معاها قريت لاسعاد كل بيت اوكويستو كويزيني كوم ان برو يا عارفي تعمير طاربينه راهو شيء يدوخ ايه يا عارفي نشري لك حاجة من التعمير التعمير